ربنا موجود. من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، يدخلنا إلى الملك عذارى في إثرها جميع أقربائها إليه يقدمنا، يبلغنا بفرح وابتهاج، يدخلنا إلى هيكل المالك. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حاكمات و5 جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان، وأما الحاكمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أبطأ العريسون عسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ، هوذا العريس مقبل، فخرجنا للقائه. فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحاكمات أعطننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذائبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم
ولا ساعة والمجد لله دان آيما. ربنا موجود.